أعلنت قطر عن ترحيبها بمشجعي كأس العالم من المثليين والمتحولين جنسياً، حسب ما نقلته وكالة رويترز عن رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم في قطر ناصر الخاطر، الذي أضاف أنه سيتم تخصيص أماكن للجماهير لتناول الكحول. يأتي هذا في وقت ذكرت فيه منظمة العفو الدولية أن الإصلاحات التي اتخذتها قطر لتحسين الأوضاع بالنسبة لحقوق مليوني عامل أجنبي يعملون فيها لا ترقى إلى الوعود التي قطعتها الدوحة.